قيمة للترج الرياضي، يحاول يلحق عليها حسين به العملية الفنية، يهرب حسين، حسين الحربيوي على اليسار، حسين الحربيوي في أول مباراة كاسيسي مع جوزيه دي مورايس، فرصة قد لا تعوض بالنسبة لحسين الحربيوي لإثبات نفسه وقدراته في تشكيلة الترجي الذي التونسي. جميلة كانت الهربة واللقطة الفنية من ولد الهلال الرياضي